مع بدء موسم الامتحانات، يحرص جميع الطلاب على الاستعداد لها من خلال الاستذكار والدراسة جيدا، بالإضافة إلى الدعاء لله عز وجل بالنجاح والتوفيق. ومن أكثر الموضوعات بحثا دعاء النجاح في الامتحان، وسنقدم لكم بعض الأدعية المستجابة بإذن الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. يا غيات المستغيثين أغثني، يا لطيف الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهم رضني بما قضيت لي، وعافني فيما أبقيت، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا ضارا وعيشا قارا. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عن من سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك. يا حي يا قيوم، برحمتك استغيت. اللهم اصلح لي شأني كله، ولا تكني لنفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وهاته بعض الأدعية المستجابة بإذن الله في الامتحانات. ادعوا الله بقلبكم وإن شاء الله يستجاب دعاؤكم.